جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة المرأة في الثوب القصير الذي لا يغطي ظهر القدمين، وهل يجوز لها أن تصلي بثوب خاص بالرجال إذا لم تجد ثوبا خاصا بها يغطي ظهور قدميها؟ القدمان في الصلاة هي من العورة، يجب على المرأة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإن كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي في جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل على أن القدمين عورة في الصلاة، فعليها أن تستر قدميها بما تيسر من الشراب أو الثوب الخاص بالنساء. أما لباس الرجال فلا يجوز للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتشبهات، لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز لها أن تلبس لباس الرجل، لكن تغطي قدميها بما يتيسر لها من الجوارب أو من طرف الثوب أو غير ذلك.